بالنسبه لمقادير الاسكالوب والبطاطا لست صدور دجاج ملح وفلفل كوب طحين بيضتين كوب لوز مطحون وكوب توست مطحون نص كوب جبنة بارميزان مبشورة ومعلقة كبيرة من الأعشاب الإيطالية. بالنسبة للبطاطا المهروسة بالثوم المشوي رح نحتاج لست حبات بطاطا 50 جرام زبدة وكوب حليب دافئ نص كوب كريمة ملح وفلفل راس ثوم ومعلقتين زيت زيتون. قبل ما نبدأ بحب أعلن قبل ما نبدأ بدي يعني بدي أنوه على موضوع جدا مهم ركزوا معي هو إنه حملة عمار يا غزة لساتها مستمر بدينا الجمعة الماضية بيوم مفتوح ومستمر إن شاء الله بمشيئة ربنا ليوم الجمعة القادم. اللي حابب يتبرع رح أعطيكم تسجلوا ورقة وقلم على نفس الورقة اللي تكتبوا فيها هذه المقادير ضروري جدا تسجلوا رقم هاتف نقابة المهندسين الأردنيين 065900 هو الاتصال للي حابب يتصل مع النقابة. على فكرة عم بحكي عن عمار يا غزة مش عن البطاطا علي مش عن البطاطا أبدا أو طبعا تتبرعوا عبر رقم حساب الحملة البنك الإسلامي الأردني فرع شميساني 25304 البنك الإسلامي الأردني فرع شميساني عمار يا غزة أو تبرعوا عن طريق الدفع الإلكتروني على موقع نقابة المهندسين www.jea.org.jo. رح أرجع أذكر أنه حملة عمار يا غزة وإن شاء الله تتعمر غزة بسواعدنا كلنا كفلسطينيين أردنيين وعرب ورح أرجع أعيد بالأرقام البنك الإسلامي الأردني فرع شميساني 25304 يا ريت هيك يكون عندنا هاللهفة أنه نعمر غزة ونكون كتبنا هاي الأرقام. بالفعل إحنا بمبلغ كثير صغير وبسيط بنقدر نعمل فرق يعني احنا تجاوزنا الربع مليون لكن نتأمل يعني انه يزيد هذا الرقم وما تفكروا انه ما في حدا معني بالتبرع او بالمساعدة كنا بنقدر نرجع نعمر غزة. اكيد دانا نرجع لطبختنا هلأ. بالنسبة للبطاطا احنا حاطين هون البطاطا هي مسلوقة عادية ما فيها ولا اشي حطيت عليها هلأ شوية ملح لاني عم بسخ حليب قصدي لاني عم بسخنها رح أكمل باقي كمية الحليب اللي عندي ورح أحط لها زبدة زي ما بنعمل أي ماش بوتيتو. أوكي هاي تقريبا عندنا هون ربع زبدة ربع أصبع أو شوي أكتر الصراحة حسب قدي أنتوا بتحبوها تكون كريمية. طبعا هلأ شو بتحطي حليب وكريمة صح؟ حليب وكريمة. الكريمة لسه ما حطيتها بحطها بالآخر عادة. هلأ التوم بدي بس أفرجي المشاهدين كيف إحنا بنعمله توم مشوي حتى يطلع معانا زي اللي حطينه هناك. كل اللي رح نسويه هو إنه منجيب راس التوم يفضل يكون شوي كبير إذا لقيته مش الصيني الصغير يعني منشيل جزء من فوق بهاي الطريقة فرجي على الكاميرا اوكي وبعدين بنقيم هاي القشره البرانيه الاولى اوكي فبصفي في عندنا روس التوم هيك مبينه بهاي الطريقه شو بنعمل بنجيب قطعه فويل بنحطها بالوسط يعني احنا ديما بس نوضح امنا القشره امنا لا بتخليها بالقشر بس انت بتقيمي اللي تحت جزء حتى يصيروا مبينين عندك روس التوم بهاي الطريقه اوكي في كثير ناس بحطوها مع قلايه البندوره بحطوها مع بعض الطبخات بس بدي احط عليها شويه زيت زيتون وشوية فلفل أسود وشوية ملح هاي هي كلها ومدخلها على فرن حرارته تقريباً 180 ل 200 لمدة 40 دقيقة أو لحد ما يطرى معنا التوم. هلأ بس يطرى معنا التوم دانا أنا قشرته هون في عندي توم مقشر طلعته من الـ من الـ يعني من رأس التوم نفسه رح أحط لي شيء هيك حسب قدي بتحبوا رح أحط أنا تقريباً 4 أو 5 ورح أهرسهم مع البطاطا ما بتصدقوا النكهة اللي رح يعطيها للبطاطا المهروسة وأنا البطاطا المهروسة إجمالاً بحبها تكون شوي فيها كتل أو قطع ما بحبها تكون مهروسة تماماً وبحب يعني تكون شوي مرقة هذا طبعاً حسب الرغبة إذا بتحبوها أقل مروقة بتقدروا إنكم تقليلوا كمية السوائل. هلأ دانا طبعاً إحنا زي ما حكينا راس التوم بعد ما ندخله على الفرن بطلع هيك شكله زي اللي أنا حطته هون بده كتير طيب لو بتدهنوه على خبزة مع زيت زيتون
وخلي البلسمك كمان طيب، فبتقدروا تدخلوا بعدين ما بطلع ريحة لما يكون مشوي طبعا الريحه، يعني مش ما بتطلع احلى الطريقه شوي اخف، عرفتي؟ حبيت الصحن كثير. فهيك طريقه مقبلات كمان طيبه للي بحب يدهنها على خبزه مع زيت زيتون شويه خل بلسمك بتطلع بتجنن. هلا ضل نحط على البطاطا المهروسه شويه ملح، وضل نحط فلفل اسود، في ناس بحبوا يحطوا فلفل ابيض، انا من جماعه الفلفل الاسود، بحب الفلفل الاسود اكثر. هيك منخليها تغلي لها غلوتين لحد ما تتماسك معنا البطاطا شوي. طيب هلا بالنسبه للدجاج، الدجاج هو عباره عن اسكالوب عادي، انا جايبه صدوره الدجاج ما دقيتها، هلا طلعتها من الثلاجه ما دقيتها، بس شو عملت دانا كل صدر قسمته بالعرض يعني حتى ارققه شوي، فبصير عندي بهاي الرق تقريبا. اوكي، فلا هو كثير يعني رقيق مش مدقوق، ولا انه صدر كبير بده وقت طويل بالفرن. شو خليني اشلح كفوفي حتى ابدا اعمل تغليفه الدجاج. هلا تغليفه الدجاج بتختلف شوي عن القرشله العاديه او الكعك، رح احط تقريبا 4 قطع من التوست بدون حواف، قايمه الحواف تبعونهم. بسم الله، جوا الجهاز نحطهم. خليهم 5. الحلو بهاي الخلطه هلا رح اقول لكم انه فيكم تحتفظوا فيها بالفريزر، بس رح اقول لكم كيف هلا بس اخلص. بدي احط قطعه من جبنه البارميزان مش مبشوره زي ما هي هيك كبيره. وهون في عنا طحين اللوز اللي نفسه رح نستعمله برضه للحلو، اللي هو عباره عن لوز مطحون، انا بشتريه صراحه جاهز من محل، اذا بدكم يعني تتواصلوا معي تسالوني من وين بدلكم، واذا حابين تعملوه في البيت بدكم تكونوا مقشرين اللوز تطحنوه على الجهاز مع شويه ملح حتى انه ما يطلع يعني يطلع شوي على بودره، واذا لحلو بدكم تطحنوه بتحطوا معه شويه سكر. إذا شو حطينا دانا؟ التوست، جبنة البارميزان، طحين اللوز يعني لوز مطحون، شوية أعشاب منشفة إيطالية، هون في عندي ريحان، زعتر، بقدونس، ملح، ملح وفلفل وبس. والطحين بعدين؟ الطحين والبيض لغط الإسكالوب. شوية فلفل أسود. طب تنفع هاي الطريقة للحمة؟ تنفع لكتير أشياء، تنفع حتى تعملي فيها برجر دجاج. كتير طيبة. شايفة دانا؟ ضلت قطعة، خلينا نعيدها. هاي الخامسة اللي زدناها. هاي الخامسة اللي حطيتها. هاي صارت عندنا هون الخلطة اللي هي عبارة عن التوست مع الجبنة ومع التوست والجبنة وطحين اللوز والملح والفلفل والأعشاب. هاي الخلطة عندنا صارت جاهزة، أنا عم بدور على هاي، هيها حتى ما تطلع لحدا. إذا عم بيسألوك بينفع لبرجر؟ بينفع جدا جدا. نعم، هلا الحلو بقولكم بهاي الخلطة، شوفوا انا رح اخلي شوي منها نظيف حتى اقدر اغطي الباقي لانه رح اضطر اني افرزها في بيتي بعدين. تمام. طيب بدي اسلم شوي هيك من الفيسبوك، اوجه تحيه لكل اللي عم ببعث لنا، اسماء الزعبي وقصي عماري، رهف البنا، وريم امجد، شكرا. عم بقرا، عم بحاول كل التعليقات، ما تخافوا اشوف اذا في اسئله بتحبوا تسالوها لديما. شايفه دانا يعني مختلفه. هلا زي ما قلت لكم الحلو فيها انه الزايد هذا كله بقدر اخليه بكيس، ومجربتها كثير ما بيرطب ولا بصير له اي شيء، بتطلعوه من قبل بوقت من الفريزر بترجع بتفردوه بالصحن بيطلع ممتاز، وبفرزه بالكيس لما بدك اي وقت تعملي اسكالوب تقدري تطلعيه وتعملي فيه. بصير ادوق البطاطا؟ طبعا دوقيها وقولي لي اذا بدها شيء. هلا اول شيء طبعا كالعاده بدنا نحط البيض هون، انا البيض حط عليه برضه شويه اعشاب وملح وفلفل، طحين برضه مكبلته، خلينا نشيل هدول على جنب ونجيب هذا نستعمله. احنا بطريقتك المعتاده للبطاطا بنحط تومه ديما؟ لا 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 لا، البطاطا الماش بوتيتو العاديه في ناس بحطوا توم عادي يعني سن توم، هاي لانها مشويه هيك بتعطيها نكهه شويه غير. زاكي زاكي كالعاده. فهلا شو بدنا نعمل دانا؟ بدنا اول شيء نحط صدوره الدجاج بالطحين، نغلفها بالطحين. هلا لما بنحطها اول شيء بالطحين، الطحين بخلي البيض يمسك عليها وبنفس الوقت بتكون محافظة على رطوبتها صح،
هلا بنحط بالبيض، خلينا نحطه هيك. وهلا حاطه شيء مع البيض؟ ملح وفلفل واعشاب، نفس الشيء يعني تقريبا زي الخلطه اللي هي على التوست. هلا اهم شيء انه نحاول قد ما بنقدر دانا نكبسها كثير منيح بهاي الطريقه، اوكي، حتى يلزق معانا الخبز تماما على هاي. على فكره بقدر اشيلها انا هيك، اللي هي نفسها التندر، وخليها هيك يعني نعملها قطعتين. هلا بس نتاكد انه انكبس عليه مزبوط. في ناس بحبوا يقلوه، انا الصراحه كمان المختلف فيها انه مشويه بالفرن. بجيب اي صينيه للفرن، هلا حاليا رح احطهم هون بعدين انقلهم على صينيه. بجيب صينيه مدهونه بشويه زيت عادي، زيت نباتي، تقريبا يعني هيك ابو 3 4 معالق من الزيت النباتي، وبحطهم فيهم. وما بتتخيل لانهم رقاق قد ايه بياخذوا وقت، تقريبا بياخذوا ثلث ساعه ل 25 دقيقه، بس بحاول انه اقلبهم لانه حتى ياخذوا اللون على الشقتين، لانه جبنه البارميزان كمان يعني بتتحمص بسرعه، والخبز لانه يعني لب الخبز ابيض مش منشف فبسرعه بياخذ لون، فديروا بالكم انه ما ينحرقوا معكم. نشرح الكفوف، نتخلص من هدول. هاي اول شيء ذقته زاكي، صحه وهنا قلبك. طبعا دانا انا حاطه بالفرن صينيه، رح اجيبها. قد ايه بالفرن حكينا ديما؟ تقريبا 25 دقيقه مع التقليب المستمر. فالحلو فيها كمان انها خفيفه دانا، مش مقليه، اوكي، بتقدروا تقلوها للي بيحب، بس انا بس اخاف نستمتع هيك بطعم اكثر. نادين خويسه، اميره، هادي العيسى، بزبط بلحمه يا هديل؟ بيزبط بلحمه، بيزبط نفسه، تغلفوا فيه برجر دجاج او لحمه كمان كتير طيب. شو بتحطي على الرز لحشي الدجاج؟ بحط له طبعا اكيد لحمه. هلا انا الرز بفلفله تقريبا 10 دقائق لما بدي احشي فيه، يعني بكون عامله مسويته شوي. بس بحط له طبعا خلطه بهارات اللي هي عباره عن 5 بهارات، بحط له قرفه وهال وجوز الطيب وفلفل اسود وبهار. احنا عملنا دونتس مشوي. شوفي هلا هم الدونتس المشوي له مطلوب مني اكثر من شهر، يعني عن جد حتى من قبل رمضان حابه اعمله. بس صراحه في شغلتين، هلا في دونتس مشوي ممكن نعمله عادي، نقطعه بقطعات الدونت ونحطه بصينيه، بس هو له قوالب خاصه بنحط فيهم حتى يحافظ على حجمهم، فمش الكل عنده اياهم. بس يمكن الصراحه اعملهم قد ما طلبوه. في عده طرق للدونت المشوي، في شيء بالشوكولاته، شيء بالقرفه والسكر، فممكن اني اعمل لي وصفه قريبا لانه الصراحه كثير كثير طلبوها. طيب رهف قبل ما نطلع فاصل بتسال اذا بصير كورن فليكس قبل قصدي بدل ما نحط خبز. اوكي يعني طبعا في وصفات بالكورن فليكس، بس انه هاي مختلفه عن جد، هاي لو بتجربوا الطعمه كثير كثير طيبه.